استهدفت غارات أخرى مواقع لتنظيم داعش في بيجي والفلوجة والموصل وسنجار. وفي سوريا أشار البيان إلى أن الغارات تركزت قرب مدينة عين العرب كوباني ودمرت 5 مواقع قتالية. أكد الممثل الخاص الأمين العام للأمم المتحدة المعاون حديثا للعراقي يان كوبس تطلعه إلى العمل مع الحكومة العراقية لاستعادة أمن واستقرار البلاد وضمان عودة ملايين النازحين إلى مناطقهم، وذلك فور تولي مهامه رئيسا لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي ومبعوثا أمميا في العراق. ونقل بيان أممي عن كوبس قوله أن بعثته ستعمل على تعزيز التعاون الشامل والمصالحة الوطنية فضلا عن حماية حقوق الإنسان للجميع، مؤكدا وقوف بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها على هبة الاستعداد للعمل مع جميع الأطراف الفاعلة في العراق دعما للاستجابة المتكاملة على الصعيد السياسي وحقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار في سبيل التصدي للتحديات الراهنة التي يواجهها العراق. الأعلام تتبدل والأوطان تبقى. أرحب بكم من جديد. قالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي غادر العراق والآن في اليمن لمساعدة المتمردين الحوثيين. واتهم قائد سرايا الخراساني علي الياسر القوات الأمريكية بمحاولة سرقة جهد قوات الحشد بعد أن قال أنها تخطت عددا من الأهداف ووصلت إلى المرحلة النهائية في معركة تكريت. الياسري قال في اتصال هاتفي مع شرقية نيوز إن انسحاب بعض الفصائل المسلحة من أرض المعركة له تأثير كبير، لكنه أوضح أن الفصائل المتبقية ستحافظ على الواجبات التي كلفت بها. اليوم القوات الأمريكية عندما تتدخل فإن هذا الأمر يعني لنا الكثير، يعني